سورية مهرة سبق أصيلة مثل الريح، تمشي تتمختر خبب تحفر أثر وتصيح، مهابكم للعدا بوجوهكم ما طيح، يا عربية وديرتي أحلى عروس الشام، عم بالصدق مو بالزيف وعيالي كلهم زلم، للمفخرة والسيف الردت مني سلم، يا مرحبا بالضيف وردتني بالحرب، عين الصقر ما نام، يا عربية وديرتي أحلى عروس الشام. صامدون من الفرات إلى قاسيون، تحت هذا العنوان أقام المكتب الإداري للاتحاد النسائي في الرقة حفلا فنيا بمشاركة فعاليات مختلفة في المركز الثقافي العربي في المزة. هذا النشاط يأتي ضمن خطة عمل المكتب وضمن خطة قيادة فرع الحزب بالرقة بعنوان صامدون من الفرات إلى قاسيون. نحن بمحافظة الرقة سنبقى صامدون بهمة كل الشرفاء وبهمة الجيش العربي السوري. قبل أيام كنا في اللاذقية وكان في فعاليات كبيرة أيضا لفرع الرقة ولفرع إدلب وطرطوس وحمص، هذا دليل على أنه نحن سوريات موجودات في هذا الوطن وسنبقى، وكل ما يقوله الآخر كل ما يفعله الآخر الإرهاب التكفيري الوهابي لن يؤثر ولا قيد أنملة، موجودون ونعمل وسنعمل وبوتائر عالية جدا لأنه مرحلة الإعمار بدأت، نحن نحقق الانتصارات اليوم. رسالتنا أن نحن موجودين ومنتصرين على الإرهاب وعلى من مول الإرهاب، فهذا المشروع فاشل ونحن أقوياء بوحدتنا الوطنية بالتفافنا حول جيشنا. نساء الرقة بالرغم من ممارسة الفكر التكفيري الداعشي الموجود في محافظة الرقة، هن نساء صامدات من الفرات إلى قاسيون، جئنا ليعبرنا عن موقفنا الوطني الصامد مع السيد الرئيس والجيش العربي السوري، بالرغم كل ما يمارس عليهم وكل ما يضلل من حقائق إعلامية ذوب إعلامهم العبري. نحن جينا من كل المحافظات حتى نأكد للعالم كله أنه الرقة جزء لن يتجزأ من القطر العربي السوري بقيادة القائد الحكيم دكتور بشار حافظ الأسد وجيشنا العظيم. حبا باجتماع أهالي الرقة بأي مكان موجود بالوطن الحبيب، حبينا أنه يكون لنا تواجد باللاذقية بمشاركات سبقت هاي المشاركة حاليا بدمشق وإن شاء الله للمحافظات الثانية. تخلل الحفل إلقاء عدة كلمات وعرض فيلم وثائقي عن حضارة محافظة الرقة عبر الأزمان، كما تم عرض فقرات فنية ومسرحية قدمها أطفال من الرقة عبرت عن الواقع التي تعيشه سوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها. مشاركة نساء الرقة في احتفالية التصحيح ما هي إلا رسالة توجهها المرأة السورية بأنها ما زالت مع الوطن وبأنها عضو فاعل إلى أن يتم النصر القريب بهمة رجال الجيش العربي السوري.